يقول: شخص أصيب بمرض سرطان الرئة وتوفي بسببه ولم يترك وصيته، وبسبب المرض منعه الأطباء من العمل أو بذل أي مجهود، وكانت تصرف له لجنة الزكاة مبلغا من المال من أجل العلاج، وقد تبقى بعض منه بعد وفاته بالإضافة إلى بعض المتعلقات الشخصية، حاسوب وجوال وعفش وبيت وآخر، وتم تطليقه من زوجته قبل وفاته بقرار من المحكمة. قصدك تطليق زوجته منه، وليس لديه إلا والده وإخوته، فكيف يتم التصرف بالمال والممتلكات؟ على كل حال، إذا كانت زوجته طلبت الطلاق قبل وفاته وحكمت المحكمة بالطلاق، فإذا كان هذا الطلاق، طبعا إذا كان الطلاق طلاق القاضي، إذا القاضي هو الذي طلقها رغما عنه يسمى طلاق القاضي، فهذه تبين منه، تبين من زوجها بينونة صغرى وليس له حق أن يراجعها، هذه لا ترث. وأما إذا كان هو الذي طلقها، يعني قال له القاضي طلقها فرضي وطلقها، فهذه تسمى طلقة رجعية، طلقة رجعية طلقها برضاه هو، فهذه إن كان مات في عدتها فهي ترثه، تكون من الورثة إذا كان في عدته وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فإنها ترثه. وأما بقية الأمور، الحاسوب والجوال والعفش والبيت والمال إذا كان هناك مال، طيب، فيقول ليس له إلا والده وإخوته. إذا كان له والدان فالإخوة لا يرثون، إذا كان له والدان فالإخوة لا يرثون، الأب يحجب الإخوة، الأب يحجب الأخوة فلا يرثون إخوته. إذا كان عنده أولاد يرثه أولاده وأبوه وأمه، والزوجة قلنا إذا كانت في عدتها ترثه، وإن كانت بدون خارج عدتها فلا ترثه، ويكون الميراث للوالدين والأبناء، وإذا كان ما في أبناء ولا بنات فالورث للوالدين فقط. واختلف أهل العلم في ميراث الوالدين هنا، فقال بعض أهل العلم الأب يرث 5 أسداس والأم سدس، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فيكون الإخوة أثروا على الأم فأخذت السدس والأب يأخذ 5 أسداس. وبعض أهل العلم يقول إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فإنهم لا يؤثرون في الأم فتأخذ الثلث، وإنما يؤثرون في الأم عند ميراثهم إذا ورثوا، أما إذا لم يرثوا فلا يؤثرون على الأم ويكون وجودهم كعدمه، وبالتالي تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي وهما الثلثان. هذا بالنسبة للمال. أما بالنسبة للمال الذي دفعته له اللجنة، لجنة الزكاة أو بيت الزكاة، فهذا المال الأصل أنهم يعيدونه للجنة، لأنه أعطي له للعلاج، فيخبرون إذا كانت اللجنة قالت لهم اللجنة لا هذا المال ملكه يوزع على الورثة، إذا قالت اللجنة لا هذا المال يرجع، يعيدون المال إلى اللجنة. والله أعلم.